الأول: أحداث الخنكة وبداية الخلاف بين الرئيس والبابا شنودة. بدأت الفتنة الطائفية المعروفة بأحداث الخنكة في عام 1972، تحديداً بعد عدة أشهر من تنصيب البابا شنودة الثالث، وذلك بعدما تم إشعال النيران في جمعية الكتاب المقدس بمحافظة القليوبية، وكانت الجمعية تعتبر بمثابة كنيسة غير رسمية وغير مرخصة في تلك المنطقة. فلما تم إبلاغ السلطات بالأمر، قرروا التحفظ على مبنى الجمعية وعدم استخدامه ككنيسة لأنها لم تحصل على التراخيص اللازمة. لم يعجب ذلك القرار البابا شنودة، فقرر الاحتجاج هو ورجاله بطريقة رسمية، إذ أمر مئات القساوسة بالخروج في مسيرة هادئة اعتراضاً على القرار، ثم التوجه